طيب لو هنتكلم بقى مع بعض يا جاليليو عن المدربين المحليين وبلغة الكرة كده بيقولوا حظهم ماشي، يعني عايزين نتكلم بقى مع بعض عن أرقامهم وعن التتويج مع منتخباتهم طبعا في الكان. في مثل بلدي كده يقول لك البلد يوكل، عارفه انت البلد يوكل في افريقيا كده. انا كنت بتناقش مع احد الزملاء المهتمين يعني، فبقول له ان غريبه قوي ان كاس العالم، كل كاس العالم يا اخي على مدار تاريخ 22 نسخه اللي بيفوز بالبطوله مدرب وطني، مش غريبه دي؟ دايما مدربين عمر ما مدرب اجنبي فاز بكاس العالم. مظبوط، غريبه جدا، بما فيها البطوله الاخيره سكالوني مع الارجنتين، قبليه ديشام مع فرنسا وهكذا. طب ليه؟ فلقيته بيقول لي ده طبيعي لان المنتخبات اللي بتفوز بكاس العالم هي منتخبات صفوه، ومن الطبيعي ان يكون عندهم مدربين صفوة. عندهم كوادر تدريبيه. طب في افريقيا؟ الحقيقه في افريقيا الوضع مش مختلف كتير، برضو المدرب الوطني هو اللي بينتصر ولو بنسبه مش زي طبعا كاس العالم نسبه كاسحه وكليه، لكن هنا برضو التفوق بيبقى للمدرب الوطني. للمره السابعه في اخر 10 نسخ من الكان والثالثه على التوالي بيتوج مدرب وطني باللقب. كمان ما تنسيش ان البطوله بتاعت 2019 طبعا كان جمال بالماضي، 2021 اليو سيسي، وفي 2023 منتخب الايفواري ايضا رفقه مدربه الوطني اللي القدر صنع منه مدرب بيقدر يفوز بالبطوله. للمره رقم 18 بيفوز منتخب بلقب الكان رفقه مدرب محلي مقابل 16 لقب للمدربين الاجانب، وخلي بالك 16 لقب دول في منهم مدرب اجنبي خد اللقب مرتين اللي هو ايرفي رونار، خدها مع زامبيا في 2012 ومع كوت ديفوار نفسهم في 2015. البطل بتاع البطوله كلها المدرب اللي صنعه القدر والصدفه إمرس فايه هو المدرب الوطني رقم 14 اللي يتوج باللقب مقابل 15 مدرب اجنبي. ممكن تقولي هنا المدربين الاجانب اكتر اللي فازوا باللقب، ده لان عندنا مدربين فازوا باللقب 3 مرات، كابتن حسن شحاته فاز باللقب 3 مرات، تشارلز جيامفي اصغر مدرب فاز بالبطوله والوحيد اللي فاز بيها 3 مرات زي الكابتن حسن شحاته، لكن الكابتن حسن طبعا يبقى التميز ان فاز بيها 3 مرات متتاليه. تشارلز جيامفي ايضا مدرب غانا في الستينات وفي الثمانينات فاز بالبطوله 3 مرات، وبالتالي عندك 2 مدربين وطنيين بس واخدينها 6 مرات، 6 من أصل 34 لقب ل2 مدربين بس، عشان كده المدربين الاجانب اللي فازوا بالبطوله اكتر. إمرس فاهيه هو اصغر مدرب يفوز بلقب الكان من سنه 88. 88 فازت باللقب الكاميرون، كانت مع العراب الرحاله كلود لوروا، كان وقتها كلود لوروا عنده 40 سنه وبعض شهور اللي اعلى من فاهيه، فاهيه اكبر سنه منه، وبالتالي فرق شهور خلت ان فاهيه اصغر مدرب يفوز بالبطوله من سنه 88، وبالتالي المدرب الوطني يظل ليه السيطرة على البطولة الأفريقية. والحقيقة إن الطبيعي والمنطقي إن في المنتخبات تحديدا مدارس التدريب الغلبة والمنطقية حتى الآن في العالم كله والسائدة هي المدارس الوطنية، عشان كده نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام حسن. أكيد نتمنى طبعا كل التوفيق إنه يكرر إنجازات الجوهري العظيم الراحل القدير والقدير العظيم الكابتن حسن شحاتة، لأن المدرسة الوطنية بتكون أدرى بمفاتيح البلد، بتكون أدرى بالأكاديميات اللي موجودة، المواهب، بيكون عنده حس أعلى من أي مدرب أجنبي، لأن في النهاية مهم تمثيل البلد مهمة قومية ومهمة فيها مشاعر وعواطف كبيرة قوي، والجزء ده مهم في الكورة زي ما تابعنا مع كوت ديفوار طبعا بجانب الجزء التكتيكي والفني. مظبوط. طيب